ناس كتير كلمتني على رسائل الصفحه عندنا وعلى رسائل صفحه بي ان سي او الكومنتات، كانوا عايزين حته ان هم يحشوا فراخ وما بيبقوش عارفين يظبطوا، هل هم يحطوا الرز متشوح شويه ولا يحطوا الفراخ نيه ولا يعملوا ايه؟ طب لو حطوا الناس كان عندها زي وسواس كده في دماغها من حته النظافه، طب انا لو حطيته هي الفراخ نيه ورجعت حشيته، طب ما هو الرز اللي جوه هيبقى واخد زنونه من الدم بتاع الفراخ، طب نعمل ايه في الموضوع دوت واحنا بنبقى عايزين ناكل فراخ محشيه طعمها في منتهى الجمال ما يبقاش عندنا وسواس واحنا بناكلها ان هي ما استوتش كويس، وهل تسويه الرز بتاعتها بتاخد وقت قد ايه وعشان ما يطلعش معجن عشان ما يطلعش محصول وناشف؟ كل دي كانت اسئله حوالين الفراخ المحشيه. فانا فكرت كده مع نفسي وقلت طب ايه اللي يخلينا ان احنا ما نسويش الفراخ سوى كامل او يبقى فيه تكه بسيطه كده هي اللي فاضله ونقفل عليه ونسيبه يهدى، وبعد كده نمسك الفراخ نسلقها ثلاث ارباع سلقه هي كمان، وبعد كده نحشي الفراخ بالرز يبقى ده مستوي وده مستوي، ونروح قافلين الفراخ قفله حلوه ندهنها دهنه حلوه ندخلها الفرن طلعت لنا فراخ مشويه فراخ محشيه. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا برضو نعمل الرز ونسلق الفراخ ونحشيهم في بعض، وده ثلاث ارباع تسويه والفراخ ثلاث ارباع تسويه، ومن نفس الشوربه اللي احنا سلقنا فيها الفراخ المطعمه حلوه قوي واحنا ضامنين ان هي ما فيهاش اي زفاره ونضيفه وزي الفل، نروح مقفلين الفراخ وننزلها خمس دقائق 10 دقائق كده علشان كلها تبقى شاربه من بعضها، وبعد كده نطلعها يا دوب تاخد غلوه وبعد كده نطلعها، يبقى احنا ضامنين الفراخ مستويه ما فيهاش فيها دم ولا زفاره من جوه علشان الناس اللي عندها وسواس، ضامنين الرز بتاعنا يكون مستوي، ضامنين ان كل حاجه هتبقى معانا كويس قوي. طيب ده بالنسبه للفراخ المحشيه. طب انا النهارده هعمل فراخ محشيه؟ لا انا النهارده مش هعمل فراخ محشيه، انا جايبه فراخ شمرت جميله صغننه كده، الواحده بتبقى عباره من نص كيلو لكيلو الى ربع، طبعا هي بتبقى صاحيه كيلو 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 وربع على ما بتتظبط وعلى ما بتتنضف وعلى ما بيتشال الريش بتاعها والكلام ده كله والمصارين بتاعتها وكده، بتوصل لنص كيلو كيلو الا ربع، علشان لما نيجي نحمرها النهارده التحميره اللي لونها حلو قوي اللي احنا هنشوفها او بنشوفها دايما في الاعلانات او التلفزيونات او الكلام ده كله علشان نبقى شايفين هي بتتحمر بيه. طيب والرز اللي احنا هنعمله هنعمله ايه يا نونا؟ هنعمله بطريقه مختلفه ببهارات مختلفه بتطعيمه كمان مختلف عشان نحطه كده ساعه العزومه او ساعه اول يوم رمضان او لو عندنا مناسبه يتحط كده الرز وفوقيه الاربع فراخين متحمرين كده، شفت زي ما بيقولوا ايه؟ حاجه كده تفتح النفس وحاجه تملى العين، ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده، وهقول لكم نظفنا الفراخ ازاي وسلقناها ازاي عشان تطلع من غير ريحه وفي نفس الوقت التطعيمه بتاعتها في منتهى الجمال. ايه الرز علشان انا عايزاه يستوي معايا كويس قوي، وعلشان لو انا هفكر ان انا احشي بيه الفراخ يبقى لازم يكون هادي وبارد. محتاجه النهارده ايه؟ سمنه بلدي. الاكله بتاعتنا تمام، الاكله بتاعتنا دسمه، الاكله بتاعتنا البلدي يوكل على اصوله، علشان كده هعمل الرز بتاعنا النهارده بشويه سمنه بلدي حلوين كده. طيب تنزل المقادير معانا على الشاشه دلوقتي ونشوف مقاديرنا بتقول معانا ايه. مقادير الفراخ الشمرت بالرز المبهر، شمرت يعني صغننه ما بتاخدش تسويه، معايا اربع فرخات حشو مسلوقين اللي هي الفراخ الصغيره، معايا 2 كيلو رز مصري، 3 بصلات مفرومين كبار، 4 طماطميات مكعبات، 4 معالق كبار فلفل احمر مفروم حامي، لو مش عايزه احمر مفروم حامي ممكن تستغني عنه، معايا كمان شويه زيت سندباد علشان الفلفله بتاعه الرز، ومعايا ميه مغليه طبعا العقد بتاع الرز، هنشوف احنا حاطين كام كوبايه من الرز وقصادها على طول بنزود كوبايه ونص او كوبايه وربع من الميه، معايا معلقتين كبار من الكاري مع معلقتين كبار بابريكا ملح وفلفل اسود. هنحمر الفراخ بتاعتنا في ايه عشان تدينا اللون الحلو بتاعنا اللي احنا بنشوفه في التلفزيون او في الاعلانات او في المجلات والكلام ده كله؟ هنحمره بسمنه بلدي ومعاهم زعتر فريش عشان تطعيمه تبقى حلو. طب لو ما فيش زعتر فريش يا سلام يا سلام لو احنا عرفنا نجيب مرمريه، المرمرية بتدي تطعيمة حلوة قوي سواء بنحمر فراخ بنحمر حمام بنحمر بط بنحمر أي حاجة وعايزين تدي لمعة كده وريحة وتطعيمة حلوة، المرمرية مفيش أحلى منها. طيب تعالوا كده نبدأ بقى الرز. حطينا السمنة بتاعتنا على النار وحط معاها يا دوب معلقتين زيت سندباد، ليه؟ عشان الفلفلة واللمعة الجميلة. طيب هبدأ بالرز؟ لا مش هبدأ بالرز، أنا هبدأ بالتوابل بتاعتنا والمقادير بتاعتنا كلها عشان تدبل معانا وتبقى تسوية الرز بتاعتنا حلوة. طيب هبدأ بإيه؟ طبعا أدام عندي بصل يبقى هو اللي هنزل بيه، الاتنين كيلو رز، طبعا انا عامله 2 كيلو ممكن انتوا يعني تقللوا الكميه بس انا عامله 2 كيلو علشان انا عامله
ربنا كرمنا النهارده وخير ربنا كتير، فعامله 4 فرخات علشان يترصوا رصه عزومه مش رصه فرد او اتنين. طبعا عايزه تقللي الكميه ما فيهاش اي مشكله خالص. الرز يا دوب البصل يا دوب ان هو يدبل يدبل، لكن مش عايزاه ان هو يتحمر ولا ياخد لون. اهو حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود بالشكل ده كده. عندي ايه؟ عندي فلفل حامي وعندي طماطم. هنزل الطماطم دلوقتي؟ لا مش هنزلها دلوقتي، انا هنزل الزعتر والكاري وهنزل الفلفل الحامي. بالشكل ده كده. عايزه بقى تحطي مكعب مرقه ماشي، عايزه تحطي مثلا شويه قرفه ماشي، عايزه تحطي سنه جوزة الطيب ماشي، زي ما انت عايزه. كده بقى انا بحط اهو الملح والفلفل اللي هو بتاع التتبيله نفسها، نقلب كله مع بعض كده. بالشكل ده. طيب فاضل ايه؟ فاضل الطماطم والبابريكا. ادي البابريكا، وهنزل بقى الطماطم دلوقتي وعايزاها ان هي تدوب معايا شويه، تدوب معايا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه تدوب؟ يعني تدبل. حد يقول لي مثلا نونا هو احنا في رز بنعمله بالطماطم كده المكعبات الصغيره؟ ما تحكموش على الحاجه، وعودوا نفسكم ما نحكمش على الحاجه الا لما نشوفها ونشوف شكلها وندوق طعمها وبعد كده نحكم عليها. ممكن الحاجه قدامنا نبقى شكلها حلو قوي 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 قوي، لكن نيجي ندوقها طعمها عامل كده ليه؟ لا اصلا انا ما حبيتهاش. وممكن يبقى حاجه شكلها عادي جدا لكن نيجي ندوقها يا سلام تطعيمتها هايله، ومش هنبدا مش هنغير الطريقه بتاعتها دي خالص. فنبدا ان احنا او نعود نفسنا ان احنا نعمل ايه؟ ندوق الحاجه الاول قبل ما نحكم عليها. بصوا شكل الخلطه عامله ازاي، شكلها في منتهى الجمال، تفتح النفس. طيب الجمال بقى ده كله هنعمل ايه؟ انا دلوقتي جايبه اهو 2 كيلو رز. بسم الله الرحمن الرحيم. حد هيقول لي يا نونا الرز دوت شكله بيقول ان هو مش مغسول. ده حقيقي مش مغسول. الرز دوت اكياس، وانا بصراحه لما بجيب الرز الاكياس ما بحبش ان انا اغسله. لما بكون ضمناه كويس قوي او ماركته كويسه ما بحبش ان انا اغسله. بصوا كده. ليه بقى انا ما غسلتوش المره دي؟ لان انا عندي طماطم مش عايزه الرزايه بتاعتي تتهري، ومش عايزه ان انا ما يزبطش عقد الميه بتاعها، فعشان كده رحت حطاه من غير غسيل، لان انا ضامنه طبعا ان هو نضيف لان هو اكياس، فضامنه ان مفيش ايد لمسته، مفيش ايد مثلا وهو عند العطار كده، واللي بيقف يشتري حاجات من عند العطار يفضل يقلب في الرز ويفضل يشوفه والكلام ده كله. لا هبصوا علشان عقد الميه بتاعنا يطلع مظبوط. ريحته هايله قوي ولونه وشكله هيبقى في منتهى الجمال. طيب احنا قلنا ان دول 2 كيلو رز، يعني حوالي كده عفوا من 9 لـ10 كوبايات من المج بتاعنا الحلو دوت اللي احنا ما بنستغناش عنه. من 9 لـ10 كوبايات من المج ده. طيب 9 هنقول 9 ونشوف مقدار الميه بعينينا عامل ازاي. هنقول 9، يبقى احنا عايزين للرز بتاعنا عشان يطلع المعيار بتاعه والتسويه بتاعته مظبوطه 10 كوبايات 10.5 كده، 10 10.5. طيب نعمل كده بقى، هو الشوح مع التتبيله بتاعتنا الخلطه حلوه قوي. نبدا ان احنا نحط الميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد. الميه تكون سخنه مالوش تاني. 3 4 5. احنا قلنا من 9 لـ10 رز عليهم حوالي 10 10.5 من الميه. بصوا شكل التتبيله نفسها عامله ازاي، والرزايه هتطلع معانا مظبوطه وزي الفل. كده فاضل ايه قبل ما نقفل عليه؟ كل الموضوع ان احنا ندوق الملح بتاعه او الحياء بتاعه او التحديقه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف هل هو محتاج ملح تاني ولا لا. بسم الله. محتاج حاجات بسيطه قوي، بس الفلفل عايزه اقول لكم ان هو يعني ظابط الدنيا قوي. نظبط بقى الملح بتاعه كده ونقفل عليه ونسيبه يغلي اول غلوه كده مع بعض لحد ما نرجع ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي
مجرد ما يتشرب نوطي عليه. الرز بدأ ان هو يتظبط مع الميه بتاعته والعقد بتاعه، والخلطه شكلها في منتهى الجمال. ياخد الغلوتين الحلوين بتوعه ويبدأ يتشرب، ونبدأ ان احنا نوطي عليه النار. طيب الناحيه الثانيه حاطه ايه بقى علشان تحمير الفراخ؟ الفراخ بتاعتنا هتاخد وقت، فعشان كده كان ممكن اقول ايه، لا هسيب اما الرز يستوي وبعد كده ابدا احمر الفراخ براحتها، لا انا هحمر ده مع ده، لان الله اكبر احنا معانا اربع فرخات فعايزاهم ياخدوا الوقت المظبوط بتاعنا. عندي حله غويطه على النار وهحط فيها سمنه. السمنه دي مش كتيره؟ لا والله مش كتيره. طب هي هتتهدر والباقي هيروح فين؟ على اخر الفرخه الرابعه هنشوف. لو طلعت الكميه كبيره وهيفضل منها كتير هقول لكم تعملوا بيها ايه. بس انا عارفه متاكده ان مقدار السمنه اللي انا حاطاه ده هيطلع مظبوط بالظبط، مش هيتهدر منه حاجه. طيب نيجي بقى دلوقتي نشوف هنعمل ايه على ما السمنه بتاعتنا تتقدح. وانا عايزه اعطر السمنه بتاعتنا، قلت لكم يا اما بمرمريه يا اما لو ما عنديش مرمريه هحط لها كام ورقه زعتر كده حلوين. ويا سلام بقى لما بيكون فريش بيدينا تطعيمه للفراخ حلوه قوي. طيب مش فيها نقطه ميه مسلوقه حلوه قوي ومصفينها بالشكل ده، واعمل كده. مش عايزه نكتر في الحله اللي احنا بنعمل فيها، عشان كده قلت لكم هناخد وقت علشان نعمل كل واحده لوحدها وتاخد براحه. الزحمه في الزيت اولا بيقلل من درجه حراره الزيت اللي احنا بنعملها وبيخفض درجه الحراره، وفي نفس الوقت ما بيبقاش الحاجه اللي بنحمرها بتاخد براحه. الرز تمام وزي الفل، نبدا نوطي ونسيبه يستوي براحه. بسم الله. بالراحة احنا شغالين علشان لا قدر الله ما تعملش حاجة في وشنا. نصفي كده خالص لو فيها نقطة مية أو حاجة، بس احنا مصفينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل خلوا بالكوا جدا، شوفوا عامل ازاي المية بتاعته والمقدار على الشعرة. بصوا مش محتاج ولا أي حاجة، والفلفلة بتاعته في منتهى الجمال. بصوا شكله بيقول من غير ما ادوقه فظيع ما شاء الله عليه. تتبيلته للناس اللي بتحب السبايسي ده تتبيلته هتبقى هايله كده. بسم الله نشيله بقى من على النار. بصوا هعمل ايه، هروح شايله الغطا بتاع الحله. ليه؟ علشان هو سوى تسويه كامله، انا مش عايزه ان هو يستوي زياده عن كده. وعشان مش عايزه ان هو يستوي زياده عن كده، طول ما هو مكتوم بالبخار هيكمل تسويه وهيكمل تطريه. انا مش عايزه الرزايه بتاعتنا تطرى، لا انا عايزه اعملها زي ما انا ما عملت كده. وغرفت الرز بتاعنا، نحمر الفراخ الحلوه بتاعتنا في السمنه عشان تاخد اللون واللمعه، وفي نفس الوقت ما تنشفش، في نفس الوقت ما تنشفش، تبقى طريه كده وتطعيمتها حلوه. طيب ده بالنسبه للفراخ. وادي فرشنا الرز بتاعنا على فرشه حلوه كده بتاعت الصينيه، وهنبدا نقدم عليها. ببدا ان انا ازين الاكل بتاعنا بشرايح جزر، شرايح رقيقه خالص كده، بعمل كده رقيقه اهي، وبقفلها حوالين بعضها علشان تديني شكل الفيونكه كده اهي. بصوا حاجه سهله وبسيطه جدا من ما فيش. مقشرة البطاطس بتاعتنا بنقشر بيها الجزر وبنديله شرايح كده مع بعضه، وبنبدأ نحطها كلها في عصاية من الخلة بالشكل ده تمام. وساعة التقديم بتبقى كده، عايزين نحطها ممكن على الفرخة اهي عشان تبقى باينة، سهلة جدا وبسيطة.